المجد والخلود لشهداء الاطار مصطفى الحمزاوي شهيد موقع خليفرا نشيا ادايا شهيد موقع عفران كمال الحساني شهيد موقع عبد المعياش مجدا وخلودا لشهداء الشعب المغربي شهداء المقاومه المسلحه وجيش التحرير الحريه كل حريه لكل معتقلين سياسيين القابعين في زنازين هذا النظام لا وطني لا شعبي لا ديمقراطي الرفاق الرفيقات شكلنا النضالي لهذا اليوم هو وقفه امام عماله الاقليم ديال النظام كتفكير من وعود الممنوعه الفرع المحلي من العيب والعار ان معطلين ومعطلات الفرع المحلي قضوا اكثر من مشوار في حياتهم الدراسيه على اساس في الاخير هذا المشوار ينال بتوظيف ينال بكرامه ينال بتشغيل كريم لكن هذه العمليه ديال الاقليم ديال النظام الإجابة ديالها كانت صريحة وواضحة هي المماطلة والتزويف والهروب الإمام عوض أن تجد حلول ناجعة لمعضلة البطالة من العيب والعار أن أكثر من 4 سنوات نناضل أمام هذه البوابة في العمالة إقليم النظام لكن المسؤول الأول الرفض المطلق لأي حوار أمام الفرع المحلي ونؤكد لهذه العمالة عمالة إقليم النظام بأن الفرع المحلي متشبث بمطالبه العادلة والمشروعة لن يتنازل على حقه في الشغل والتنظيم هذا الحق الموجود في الدستور المغربي هذا الحق الذي صادقت عليه الدولة المغربية من خلال المواثيق الدولية هذا الحق اللي ما غاديش يتنازلوا عليه إلى آخر قطرة من دمنا ونؤكد للرفاق والرفاق الصمود والتضحية في أجل المطالب العادلة والمشروعة مزيدا من التوضيح على أن هذه العمالة تتوفر على مناصب شغيرة إضافة إلى بلدية الناظور والبلديات المجاورة بلدية سلوان بلدية سغنغان تتوفر كذلك على مناصب شغيرة لكن أن التوظيف من التسعينات لم يحل هذا المشكل في مدينة إقليم الناظور إذا نؤكد الرفاق والرفيقات أنه النضال هو السبيل الوحيد والأوحد وتشكيل جبهة موحدة إلى القوى الديمقراطية المساندة للفرع المحلي الرفاق الرفيقات بدون إطالة نشد على أيديكم بحرارة حرارة النضال حرارة الصمود الحرية كل حرية لكل معتقلين سياسيين مزيدا من النضال مزيدا من الصمود ويرفع شكلنا النضالي والتحية النضالية.